ولا زال الخير في أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وسيبقى وستكون أمة سيدنا محمد جمعاء في آخر الزمان من جند الله مع سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ومع الرجل الصالح في آخر الزمان، وسينتصر الإسلام بلا شك. وهذا وعد من الله عز وجل ووعد الله حق. فنقول هذا المكر الذي أدى إلى خروجنا، ما بقول من الأرض المقدسة، ولكن خروجنا من حكم والسيطرة على الأرض المقدسة ودخول غيرنا، ولازال المكر إخوان. احنا نشوف عماله شو احنا بنسوي وشو هم بيسووا، واحنا نتكلم عن القاسم المشترك ما بين نعمنا احنا أمة سيدنا محمد وما بين نعمهم هم. شو هي الأرض المقدسة؟ هي القاسم المشترك اللي بيننا وبينهم. فنقول سنة 67 شو صار؟ تقدم هؤلاء بمخطط أدى في النهاية لإيش؟ لدخولهم إلى بيت المقدس، مظبوط ولا لا؟ وأول شيء إخواني فعلوا، أول شيء سنة 67، ومجرد أن دخلوا إلى هذا المكان قاموا بتدمير الرمز، رمز الحرية الذي بناه الفاتح صلاح الدين الأيوبي. شو هي حارة المغاربة؟ حارة المغاربة يا إخواني هي مسكن جند أو من تبقى من الجند الفاتح لبيت المقدس مع صلاح الدين اللي هزم فيه، ما بقول الصليبيين، ولكن هزم فيه فرسان الهيكل، لأنه فرسان الهيكل هي اللي حرضت الصليبيين إلى الدخول إلى هذا المكان. لنعود إلى الآية التي بين أيدينا، يا بني إسرائيل، فرسان الهيكل من مين؟ من بني إسرائيل. نقول أول شيء فعلته بني إسرائيل عندما سيطرت سنة 67 على بيت المقدس أن قامت بهدم حارة المغاربة، الرمز والذي يذكرنا بالفاتح صلاح الدين. نذكر إخواني صلاح الدين ومن بعده ابنه الملك الأفضل، يعني لما قام بكتابة حارة المغاربة كوقف للمغاربة، هناك باب من أبواب البلد القديمة جميعا اسمها باب المغاربة، وهناك باب من أبواب المسجد الأقصى شو اسمه؟ باب المغاربة، وهناك مسجد الآن يستخدم كمتحف داخل المسجد الأقصى اسمه مسجد المغاربة، وهناك سبيل قريب من باب المغاربة اسمه سبيل المغاربة، وهناك مصطبة كبيرة بجانب هذا السبيل اسمه مصطبة المغاربة، وهناك أيضا مسجد البراق. مسجد البراق إخواني كان الباب تبعه يطل على حارة المغاربة من الخارج، ولكن تم إغلاقه وتبقى فقط باب من داخل المسجد الأقصى نهبط له هبوط إلى يعني أرضية هذا المصلى. فنقول المغاربة كان في لهم يعني رصيد مهم، لأنه هذا الرصيد ارتبط بإيش؟ بذاكرة تعود فيهم إلى صلاح الدين. لذلك أول شيء قاموا بالاستيلاء على هذه الحارة، آدمها وتحويلها إلى مصلى لهم، يسموه مصلى المبكى، في العبرية بقول عنه الكوتل، في الإنجليزية بقول عنه الويبينج وول أو الويسترن وول، يعني حائط المبكى أو الحائط الغربي، يعني بغض النظر عن التسوية، إلا أنه هذا الحائط شو هو؟ حائط البراق. إحنا بنعرفه حائط البراق لأنه هذا الحائط أيضا هو الحائط الذي ربط فيه صلى الله عليه وسلم دابة البراق عندما جاء في رحلة الإسراء. فلا يريد أن يتذكروا هذه الرحلة، ولا يريد الحلقة اللي كانت موجودة العام 67، كانت موجودة الحلقة ومعروفة والناس تشير إليها، قاموا بخلع هذه الحلقة من هذا السور. فنقول يعني هدموا الحارة وقاموا بالاستيلاء على مفاتيح باب المغاربة، ولغاية الآن مفاتيح باب المغاربة فقط بأيدي هؤلاء، ولا يوجد لدى الوقف إمكانية أو مفتاح لباب هذا الباب بخلاف باقي أبواب المسجد الأقصى. ثم بعد ذلك يا إخواني شو كانت؟ كانت الحرب على المسجد الأقصى،
يعني سنة 69 شو بنتذكر؟ بنتذكر إحراق المسجد الأقصى أو محاولة إحراق المسجد الأقصى، وبالأخص هذا المصلى الذي نجلس فيه. هذا المصلى إخواني يعني قام أحد اليهود المحسوبين على بني إسرائيل بالصعود إلى سطح المصلى القبلي وسك كميات كبيرة من المواد المشتعلة وأحرق هذا المصلى، وكان يظن أن هذا العمل سيؤدي إلى تخلي المسلمين عن هذا المكان وهجرتهم، وهم اعتمدوا أسلوب التخويف. مجرد أن دخلوا الأرض المقدسة سنة 48 قاموا بعمليات ذبح في مجموعة من القرى، أدت إلى نشور حالة من الخوف وخروج مجموعة كبيرة من أهل الأرض المقدسة من هذا المكان في عملية هجرة لا زال الشعب الفلسطيني يعاني منها لغاية اليوم. يعني اليوم الفلسطينيون يقدروا ب 15 مليون نسمة، نصفهم أو أكثر من نصفهم في الخارج من المهجر. ونقول سنة 69 كانت هذه المحاولة، واستمرت المحاولات، استمرت المحاولات للاستيلاء على المسجد الأقصى. ونقول إخواني لما المسجد الأقصى؟ نعود كمان مرة إلى النعم التي تكلمنا عنها في بداية الآية، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي. النعم أو نعم بني إسرائيل المرتبطة بالأرض المقدسة أيضا ترتبط بمسجدها اللي هو إيش؟ المسجد الأقصى، هذا البنيان الموجود والذي نعرفه بمساحة 144 دنم، يعني مرتبط بهذا البنيان. فنعم بني إسرائيل مرتبطة بهذا المكان بحسب بشارة عندهم، شو اسمها؟ بشارة إشعياهو، أو عندما كانوا في الأسر البابلي الله سبحانه وتعالى أرسل لهم اثنين من الأنبياء دانيال وإشعياهو وبشروهم أنهم سيعودوا إلى الأرض المقدسة وسيحكموا العالم من مسجدها كما حكموا مع سليمان بشرط إيش؟ التقوى والصلاح. فالبشارة مرتبطة فين؟ في هذا المكان. لذلك حتى تتحصل بني إسرائيل على النعم في كل الدنيا شو بدها؟ بدها توصل لهذا المكان. وجودها في الأرض المقدسة قد يعطيها الأموال والبنين. الله سبحانه وتعالى شو ربط؟ ربط وجودها بقول سبحانه وتعالى وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، لأنه ما بدها فقط الأموال والبنين والنفير داخل الأرض المقدسة، شو بدها؟ بدها الطعام في كل الدنيا وحكم الدنيا كلها كما كان يحكمها سيدنا سليمان. لذلك هي تصر على الاستيلاء على المسجد الأقصى وبناء هيكل. يعني بحسب الآن إخواننا نتكلم عن فهم بني إسرائيل ولا نتكلم عن شيء من عنا، نتكلم هم شو بيحكوا.